أول ما عملت حسابي في إنستغرام شهد كرييتس اللي أشارك فيه أشياء هذه الفيديوهات ومقولات ولا آخره، شاركت مقولة بتقول إنه إحنا تعلمنا إنه مشاعر زي الحزن، الغضب، الحيرة والخوف نستحي منها، لكنهم أهميتهم هذه المشاعر كلها مساوية لمشاعر زي السعادة، الحماس، الإلهام والفرح. أول ما حطيت المقولة هذه كثير ناس بدأوا يرسلوا لي يقولوا لي شهد كيف تقولي مشاعر كريهة زي الحزن والخوف والغضب مساوية لمشاعر زي السعادة والحماس والإلهام. طبعا دخلنا في نقاشات كثير وجلس أفكر كيف إنه بعض الأحيان إحنا عندنا مفاهيم خاطئة بإننا كيف مفروض نتصرف مع المشاعر هذه أو كيف نوجهها في حياتنا. لو تيجي تفكروا فيها، ربنا أكيد خلق كل هذه المشاعر لسبب، سواء زي ما بنشوفها إحنا مشاعر سلبية ولا مشاعر إيجابية. خليكم كده معايا، إحنا في العادة لما نحس بشعور الحزن ولا نتضايق شوية، إيش غالباً أول تصرف بنسويه؟ غالباً بنمسك الجوال في إيدنا ويلا نروح على إنستغرام، الفيسبوك، على تويتر، ونجلس نقرأ في أخبار، نشوف فيديوهات تضحك، نغير المود حقنا، فعاطل نسوي سكيب للمشاعر هذه، أو إننا نخرج مع أصحابنا نتمشى عشان إيه كمان نغير جو، نعمل سكيب للمشاعر هذه. فهو إيش اللي بيحصل لما نتجاهل مشاعر مهمة زي كذا عشان ما نبغى نحس فيها؟ اللي بيحصل إنها تتجمع في مكان زي البير، هذه كلها مشاعر سلبية راح تعكر الموية اللي في البير هذه، إلى إنه يجي يوم من الأيام الموية العكرة في البير هذه هتطفح وهتسمم كل حاجة حواليها. فاللي لازم يحصل إننا نجلس مع نفسنا، حتى لو جلوسنا مع نفسنا مواجهة مشاعرنا شيء صعب، هو إن نجلس مع نفسنا ونقول ليه أنا اليوم متضايق؟ ليه فيه شعور الحزن هذا؟ ليه فيه شعور الغضب هذا؟ لما نعرف مصدر المشكلة من جذورها من البداية، راح تسهل لنا إننا نحل مشاكل كانت ممكن تحصل على قدام. فأنتوا أجلسوا مع نفسكم كده واسألوا نفسكم إيش المشاعر هذه، ليه أنا حاس فيها، كيف ممكن أحلها؟ وإذا لقيت الموضوع صعب إنكم تحلوها مع نفسكم بس، شوفوا يعني أفراد يكونوا قريبين لكم من العيلة وروحوا كلموهم بمشاعركم هذه، أو شوفوا أصحابكم قريبين من قلبكم، أو إذا حسيتوا إنه اللي حوالينكم كلهم عندهم يعني خبرة محدودة في المجال هذا اللي أنتوا بتناقشوهم فيه من ناحية المشاعر، ترى عادي تروحوا لمستشارين نفسيين. احنا عندنا السيجما هذه في المجتمع انه اروح مستشار نفسي، لا 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 انا مني مجنونة، انا مؤمنة بربنا وكل حاجة، خلاص انا بس ادعي، مو لازم اني اروح مستشاري نفسي. هذا معناته انه كأنه ما عندي ايمان في ربنا لما اروح مستشاري نفسي، او الناس هيقول علي مجنونة او شيء زي كده. بس لاحظوا انه يعني حكاية انه نروح مستشار نفسي ما هي حكاية انه خاصة انا بتخلى عن ربنا ولا انا ما عندي ايمان او انه حاجة زي كده، لا، هي بالضبط هي اتخاذ اسباب. زي لما انتم حاجة في جسمكم تعوركم، ايش اول حاجة تسووها؟ تروح عند الدكتور. طب ايش هو الفرق؟ يعني هل احنا عندنا اذا شفنا الشيء او المكان بتعور فيه معناتها انه ايوه نروح للدكتور، لكن لو الشيء ما بنشوفه زي المشاعر زي حالتنا النفسية، هذه معناها لا ما نروح للدكتور، ما يحتاج نروح للدكتور، ليه نروح له يعني؟ فأنا نفسي صراحة لما أرجع السعودية إنه أروح لمستشارين نفسيين ودكاترة نفسيين وأعمل معهم حوار اللي هو متى الواحد لازم يروح عند استشاري نفسي، وكيف الواحد ممكن يضبط من أو يعدل صورة الذهاب للمستشارين النفسيين عندنا في البلد. فكمان النقطة اللي بتكلم عنها إنه المشاعر السلبية هذه ترى كمان ممكن تتحول لشيء إيجابي. مشاعر زي الغضب، يعني في قصص كثير يعني أتوقع تعرفوها اللي بدايتها كيف طالب مثلا كان المعلم يتريق عليه ولا حاجة، بعدين يصير الحدث هذا يكون الطالب غضبان، فيصير الحدث ده دافع للطالب إنه يثبت نفسه لنفسه أول حاجة، بعدين المدرس هذا. فهنا هو هذا شعور زي الغضب كان دافع للتغيير، كان دافع
لحياة أفضل ممكن أقول. فزي ما انتم شايفين في يعني المشاعر هذه مهمة في حياتنا، مشاعر الغضب، الحزن، الخوف، كلها مهمة في حياتنا، زي السعادة، زي الفرح، زي الحماس. فلا تقللوا من قيمة المشاعر هذه وتتجاهلوها. حابة أختم وأقول إنه هناك سعادتين من ناحية المشاعر، سعادة زائفة وسعادة حقيقية. السعادة الزائفة هذه ممكن توصلوا لها جدا بسرعة، والطريق ليها إنكم تتجاهلوا مشاعركم تماما. بس صدقوني تجلس معاكم ممكن لحظة، يوم، شهر، ممكن سنة، بس مصيرها إنها تختفي وتحطكم في مكان جدا سيء ما تقدر تخرجوا منه. السعادة الأخرى هي السعادة الحقيقية. السعادة هذه الطريق الوصول لها ممكن يكون جدا صعب، ويكون عبارة عن مواجهة المشاعر هذه، لكن صدقوني بإذن ربنا هذه السعادة راح تكون سعادة دائمة وأبدية. فأي سعادة تبغوا، سعادة زائفة أم سعادة حقيقية؟ وكذا وصلنا لنهاية الحلقة اليوم، وكالعادة بليز شاركوني آراءكم وأفكاركم في الفيديو تحت في الكومنتات، وأعملوا شير للفيديو هذا مع أشخاص تبغوهم يعبروا عن مشاعرهم أكثر ويحسوا في مشاعرهم، وأعملوا لي سبسكرايب في القناة، وكمان فولو في انستغرام الحسابين حقوني، حساب أشارك فيه هذه الأشياء شهد كرييتس، وحساب التصوير شهد جاري. وكذا أنهي، أشوفكم وقت ما أشوفكم. إلى اللقاء، مع السلامة.